أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر
واغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وشر فتنة الفقر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الأجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن كل سوء في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الأجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا
ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أمن سواك. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اجعل خير أعمارنا آخرة وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك أنت على كل شيء قدير ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.